كما عقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء اليابان اجتماعا مساء أمس، أكد خلاله الجانبان أن المفهوم الشامل للسلام يجب أن يكون أساس التحرك العالمي مهما بعدت المسافات بين الدول واختلف التاريخ والسياسات بينها، مؤكدين أن الأوضاع في المنطقة وتزايد الاضطرابات والعنف تبعث على القلق لمصير الشعوب ومستقبل التنمية فيها، وعليه يجب أن تتركز الجهود لحماية المنطقة من الفوضى التي يحد من انطلاقتها التنموية. كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء اليابان على ضرورة أن تكون المنطقة في منأى عن التوترات والنزاعات وما تمر اليوم به من تحديات في مواجهة تقويض الأمن وتهديد الاستقرار. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره لما وجده من رئيس وزراء اليابان من تفهم لما تمر به المنطقة من تحديات ومحاولات لاستهداف أمنها واستقرارها، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين حريصة على بناء شراكة حقيقية مع اليابان في سائر المجالات ومنها الأمنية والدفاعية، مؤكدا سموه الحرص على تنمية العلاقات البحرينية اليابانية، وأن تشهد هذه العلاقات قفزة نوعية وبخاصة بعد الزيارة التاريخية لرئيس وزراء اليابان.